كما شارك آلاف الفلسطينيين داخل أراضي عام 48 اليوم في مسيرة نظمت في مدينة سخنين والطيبة أحياء للذكرى 47 ليوم الأرض. وفي رام الله أكدت مؤسسات وفعاليات وفصائل العمل الوطني في الذكرى 47 ليوم الأرض الاستمرار في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. على صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات فيها تزامنا مع التضييق على المصلين الاحتلال. وتصاعدت الدعوات في مدينة القدس المحتلة اليوم للتصدي لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى في الأسبوع المقبل، حيث سيصطحب المستوطنون قرابين حيوانية لذبح في المسجد وسط تحذيرات من أن ذلك سيكون مقدمة لتفجر الأوضاع.